أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الحكومة ستشرع في مد أنبوب لتصدير النفط تحسبا لتعطل الملاحة في مضيق هرمز في ظل التوترات بين واشنطن وطهران. أضاف عبد المهدي أن العراق سيشرع في مد أنبوب نفط يمتد من البصرة إلى الأنبار ومنها إلى الأردن مع إمكانية تفرعه إلى سوريا، مؤكدا أن أي تعطل محتمل لتدفق صادرات النفط عبر مضيق هرمز سيهدد الاقتصاد العراقي. بدأ العراق اليوم في تنفيذ قرار تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا. ووفقا لمصادر صحفية فإن وزارة النفط خفضت سعر تصدير خام البصرة الخفيف إلى دول آسيا بمقدار 35 سنتا ليصل السعر إلى 1.75 دولارا للبرميل الواحد فوق متوسط أسعار عمان ودبي المعروضة مقارنة بالشهر السابق، في حين سيكون سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم 60 سنتا للبرميل من أسعار عمان ودبي المعروضة بارتفاع 10 سنتات عن الشهر السابق. قال نائب مدير منظمة الصناعات والمناجم والتجارة في إيران سعيد شريفي إن بلاده صدرت ما قيمته 291 مليون دولار للعراق. وأضاف شريفي أن إيران صدرت إلى العراق منتجات تزن أكثر من 448 ألف طن عبر نقطة مهران الحدودية خلال الفترة من 20 آذار إلى 30 من حزيران الماضي، مشيرا إلى أن العناصر الرئيسة التي تم تصديرها تمثلت في مواد البناء والمعادن والمنتجات الزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات. يذكر أن صادرات إيران للعراق ارتفعت بنسبة 20% على الرغم من العقوبات الأمريكية لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة. قال مجلس العالمي للذهب إن العراق حافظ على مركزه 38 عالمياً والخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر تموز الحالي. أضاف المجلس أن الاحتياطي العراقي من الذهب بلغ 96.3 طن وهي تمثل 6.2% من باقي عملاته الأخرى، كما أن هذا الاحتياطي وضعه في المرتبة الخامسة عربياً بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، مبيناً أن آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 أطنان. قالت هيئة التقاعد إنها قررت استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كي كارد وعدم استبدالها إلا برغبة المتقاعد. أضافت الهيئة أنه تم اعتماد بطاقة ماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين ولم يصدر قرار باستبدالها ببطاقة أخرى إلا بناء على رغبة المتقاعد وبطلب تحريري منها وعدم إجبار أي متقاعد على استبدال البطاقة. وأشارت الهيئة أنه تقرر أيضا اعتماد بطاقة الدفع الإلكتروني ماستر كارد الصادر من مصرف الرافدين في دفع رواتب المتقاعدين الجدد المحالين إلى التقاعد. نتابع الآن وإياكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وحركة السوق النفطية.
ختام التقرير الاقتصادي، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.